صباح طيب وكله خير على حضراتكم. ودلوقتي جه ميعادنا مع نشرة الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حار بالنهار على أغلب الأنحاء، كمان مائل للحرارة على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك، اهلا بحضرتك وطمنينا عن حاله الطقس. يعني احنا ملاحظين ان في استقرار فمكمل معانا ولا هنتفاجئ بحاجات تانية؟ بالفعل احنا بنشهد خلال هذه الايام استقرار كامل في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. تعتبر درجات الحراره خلال فتره النهار حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، او حتى لو اعلى من المعدل فهي اعلى من المعدل بحوالي درجه لدرجتين. اليوم العظمى على القاهرة تكون متوقع فيها 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي احتاجي بالطقس خلال فترة النهار هو طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، المناطق الساحلية طبعا بتكون أقل حرارة فطقسها بيكون مائل للحرارة فترة النهار، المناطق الجنوبية جنوب الصعيد طقسها بيكون شديد الحرارة خلال فترة النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس وشدة إشعاع الشمس وقت الظهيرة، لكن العكس تماما بيحدث خلال فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، انخفاض قيم درجات الحرارة، احتياطي ببرودة فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر اللي كان ده موجود في معظم محافظات الجمهورية وخصوصا المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات كمان اللي بيكون لها ظهيرة صحراء بشكل كبير، لأن كمان بيكون في نشاط للرياح مع فترات ساعات الليل متوقع اليوم يكون في أغلب المحافظات، وجود نشاط بشكل كبير على احداثنا انخفاض قيم درجات الحراره واحداثنا ببروده فترات الليل او فتره الليل المتاخر الصباح الباكر، خاصه كمان ان فترات الصباح الباكر بيكون في سحب منخفضه ومتوسطه بتحجب جزء من اشعه الشمس وتبسط الاجواء فتره الصباح، ومع تقدم ساعات النهار تتلاشى بشكل كبير. كمان طبعا الظاهره الجويه المؤثره معانا دايما في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه، شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع طلوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى برؤيه افقيه بتتحسن على اغلب الطرق. الحمد لله الاحوال الجويه دي مستقره لحد البيت الاسبوع الجاي، يمكن كمان مستقره معانا في خلال فتره الاجازه الاسبوع المقبل. الاجواء هتكون اجواء رباعيه بشكل كبير، اللي هنخلي بالنا منه فقط هو اختلاف قيم درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل، او احساسي بالبروده فتره الليل المتاخر، يفضل طبعا الملابس لو صيفيه فتره النهار ما تكونش صيفيه فترات الليل او فتره الصباح الباكر، القياده طبعا فندق تام على اغلب الطرق مع وجود الشبوره المائيه، ومهم كمان ان احنا في فصل ربيع وارد جدا يحصل تغير في الاحوال. نتابع النشرات الجويه بسرعه. طيب طمنينا عن نسبة الرطوبة وتأثيرها علينا خلال الأيام دي. هو طبعا احنا لسه في فصل الربيع، نسب الرطوبة لسه ما ارتفعتش بالشكل الكبير، يعني احنا في المناطق الشمالية لتتجاوز 75% خلال فترات الليل، يمكن فترة الليل بتكون هي عظمة الرطوبة، خاصة كمان مع وجود نشاط الرياح بشكل كبير، ان احنا ما بنحسش بوجود نسب رطوبة موجودة في الجو، فبالتالي ما فيش أي تأثير لنسب الرطوبة، هو فقط تأثير درجات الحرارة بيكون مع وجود نشاط الرياح يحسسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، أو لو حتى في أشعة الشمس فترة الظهيرة دي ممكن تعرضي لينا بشكل مباشر تخليها تحسب قيم درجات حرارة يعني أعلى من القيم اللي احنا دايما بنقولها، اللي دايما قيمة درجة الحرارة المعلنة هي قيمة درجة المعلنة في لو طيب امتى الناس اتفضلي يا دكتور، كنت بسالك امتى الناس تبتدي تخفف من ملابسها؟ هو احنا لسه البروده في فتره الليل مكمله معانا على الاقل المنتصف شهر 5، احنا لسه ناكد بس على الملابس، مش مشكله فتره النهار فترات الليل ناخد بالنا بس من نوعيه الملابس، يمكن منتصف شهر 5 او حتى اقتراب فصل الصيف نبتدي رسميا 2006 ان شاء الله. خليني اقول ان حركه الملاحه البحريه كمان على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله، البحرين مؤهلين لاعمال الصيد في الملاحه البحريه، لكن ناخد بالنا دايما لدى المسلمين اللي بيحضروا في الشواطئ في الفتره دي من السنه بلاش التعمق داخل البحار، لان ارتفاع الامواج على الصدر بيختلف دايما على داخل عمق البحر، ودايما الارتفاع المناسب للصيد والملاحه البحريه مش هو اللي مناسب ليه يعني اعمال التنزل في البحر، فناخد بالنا بس وخد بحذر شديد خاصه في عمق البحر المتوسط او عمق البحر. طيب
الاستقرار في الأحوال الجوية ده على كافة أنحاء الجمهورية ولا المحافظات؟ زي ما اتفقنا أن المحافظات الحدودية بيبقى ليها طبيعة جغرافية مختلفة، وبالتالي الأجواء هناك بتكون مختلفة لحد ما. فإيه الأخبار في المحافظات الحدودية وخصوصا منطقة سيناء؟ هو طبعا كان بالفعل بالامس واول امس كان في سقوط امطار في منطقه جنوب سيناء وادت لتشكل بعض السيول، وده كان متوقع من خلال الهيئه العامه للمناطق الجويه، لكن الحمد لله من اليوم هتبدا فرص الامطار تتلاشى تماما من المناطق الموجوده في جنوب سيناء، ويكون في استقرار في الاحوال الجويه باذن الله. المناطق الحدوديه كمان الموجوده في جنوب البلاد فيها استقرار، قيم درجات الحراره مش مرتفعه بشكل كبير رغم ان قيم درجات الحراره فتره النهار اشتد بيها شديد الحراره، لكن هي طبعا اقل من الايام اللي كنا بنسجل فيها درجات حراره تتجاوز ال 40 درجه مئويه. وهي اغلب محافظات الجمهوريه الحمد لله فيها استقرار، ونقدر نستمتع بالاجواء في كافه محافظات الجمهوريه. عايز اسالك كمان بما اننا داخلين على اجازات، ايه الاماكن او المحافظات اللي نقدر نرتاح فيها واحنا خارجين سواء صبح او بالليل؟ هي طبعا المحافظات الساحليه المطله على البحر الاحمر، لان قيم درجات الحراره فتره النهار نقدر نستمتع فيها بالاجواء ونقدر ننزل البحر معاها، كمان فترات الليل ما بيبقاش فيها بروده بالشكل الكبير، لان طبعا المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط اجواءها ممتعه ايضا فتره النهار لكن فيها بروده فترات الليل، فنقدر نستمتع بالاجواء في كافه المحافظات، لكن لو هنكون في الاماكن المطله على البحر المتوسط هناخد بالنا من البروده فتره الليل او فتره الصباح الباكر، لان زي ما قلنا هي لسه مشتركه معانا، والصغرى فتره الليل بتتراوح ما بين 15 و16 درجه مئويه في مطروح او الاسكندريه المناطق المطله على البحر المتوسط. طيب اخيرا عايز اخد منك شويه نصايح كده وتوجيهات للناس، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي اللي بتشهد تغير وتباين كبير في درجات الحراره على مدار اليوم، تنصحي الناس بايه في الفتره دي؟ طبعا اهم نصيحه ان احنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، لازم قبل ما نخرج من البيت نتابع مسار الجويه، نعرف ايه الظواهر الجويه الموجوده في الجو، نبدا نقضي نفسنا مع اي ظواهر جويه مختلفه بقدر الامكان. لو انا ابتديت الملابس الجويه فصل النهار يفضل فترات الليل تجنبا لنزلات البرد، يكون معانا جاكيت خفيف واحنا خارجين، لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره نرتدي، لان لسه في بروده مكمله معانا في الجو، وطبعا ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مباشر خلال فتره الظهيره، وان شاء الله دايما سلامات. طيب مرضى الحساسية أخيرا كمان عايزة أسألك على مرضى الحساسية في الفترة دي دايما بيتأثروا بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، نصايحك ليهم إيه؟ هو طبعا دايما مرضى الحساسيه الصدريه بيتاثروا بسبب الاتربه والرمال المثيره بتبقى موجوده في الجو، خاصه ان احنا في موسم الاتربه اللي هو فصل الربيع، لكن الحمد لله على الاقل لحد يوم الاثنين اللي جاي نشاط الرياح غير مثير لاي رمال واتربه، مش هيكون في اي اتربه ورمال مثيره في الجو، هنقدر نستمتع بالاجواء، مفيش اي مشكله في اي ظاهره جويه ممكن تاثر علينا خلال الايام المقبله. نشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة، ونبدأها على طول بالقاهرة العظمى فيها 30 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 30-17، اسكندرية 25-16، والعالمين 24-15، مطروح 23-13، ودمياط 24-18، بورسعيد 25-17، والإسماعيلية 31-16. السويس العظمى فيها 30 والصغرى 18، العريش 26-16، كاترين 24-12، وطابة 28-21، حلايب 28-24، وشلاتين 32-23، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 33-23. الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 17، بني سويف 30-16، الوادي الجديد 34-21، وأسيوط 31-15، سوهاج 32-19، قنا 35-21، الأقصر 34-22، وأخيرا أسوان العظمى فيها 35 والصغرى 22. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية،